هذا الفيديو بالتعاون مع أودو. لو عايزين تعرفوا أكتر اضغطوا على الرابط الموجود في الوصف. في السنة اللي فاتت من 365 يوم أنا عملت لنفسي تحدي، تحدي أني أقرأ 24 كتاب بمعدل كتابين في الشهر. السنة خلصت وأنا جاي أقول لكم إيه اللي حصل في التحدي. ربما أنتوا نسيتوا أن الفيديو ده نزل، ربما أنا نسيت أن الفيديو ده نزل، أو ربما 24 كتاب في سنة كانوا كتير كتير في عصر المحتوى اللي احنا عايشين فيه، عصر الأخبار اللي شغال 24 ساعة، عصر عدم الانتباه، عصر كمية المعلومات بنت اللذينة اللي موجودة قدامنا، وحياتنا كلها بقت عبارة عن مقتطفات جايلنا. كل خمس ثواني حاجة جديدة، وكل شوية والانتباه في النازل في التدني، لازم أي حاجة عشان تشد الانتباه. هل أنت مركز دلوقتي معايا؟ ها ليكم معايا عشان تعرفوا نتيجة الفيديو ده اللي أنتوا عايزين تعرفوه، صح؟ ده اللي انتوا عاوزينه، صح؟ ده اللي انتوا عايزينه عشان تفضلوا مركزين. ها لو انتوا مش فاكرين افكركم بسرعه. رغبه الدخول الى عالم الكتب والقراءه كانت جايه عندي بخوف غير مبرر، خوف ان في عالم من الثقافه والمعرفه انا ما اعرفش عنه اي حاجه علشان انا ما بقراش كتب، خوف ان في 129 مليون كتاب موجودين انا ما قريتش منهم ولا كتاب، فلو مش هقراهم دلوقتي هقراهم امتى؟ فانا دخلت العالم ده وقريت الكتب، بس انا لسه عندي مشكلة كبيرة. دلوقتي ما اكدبش عليك، في شعور غريب كده من الحماس بيكون موجود عند الواحد اول لما يعمل اتفاق او يعمل تحدي كده مع نفسه، تحدي ان هو يعمل حاجه تحسن من حياته. لما بيكون الهدف عالي دي خطوه وحشه، او لما بيكون الهدف اللي انت حاطه لنفسك كمان عالي زياده عن اللزوم من الاخر انت ما بتلتزمش بيه، زي ما موجود في كتاب Atomic Habits لجيمس كلير. بيقول لك ايه بقى جيمس؟ بيقول لك بدل ما تركز على الاهداف اصلا بقى ارمي الاهداف وحط لك انظمه، حط لك سيستمز تخليك يعني ايه تتحسن واحده 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 واحده، في الاخر هتوصل للتغيير الكبير اللي انت عاوزه، بس خدها بالراحه. انا ما عملتش كده بس انا ما كنتش قريت الكتاب قبل ما ابدا التحدي، فالحقيقه هي اني حطيت رقم عالي، عالي عليا كشخص اصلا ملوش في القرايه قوي. وخلونا نتكلم بصراحه، في حاجات تانية كتيره كانت بتحصل في الاجواء بتاعت عالم القرايه ده. يعني انا كنت برا حاجات كتيره ليها دعوه بالفاينانس والبيزنس، يعني لو انتم مهتمين. فبعد قراءتي للكتاب رقم 141 عن ازاي ادير وقتي وابقى مليونير واعمل كميه فلوس مش طبيعيه، اكتشفت ان الحاجة المشتركة اللي موجودة في كل الكتب دي هي حاجة واحدة، ان انا لازم اكون واحد راعي بيزنس، صاحب بيزنس. بس الحاجة بقى اللي مش موجودة في الكتب بتاع التطوير الذات دي هي ايه؟ الطريقة عن ازاي يكون عندي موقع. هنا يجي الاسبونسر بتاع الفيديو ده، أودو. أودو موقع تقدر من خلاله تعمل لك موقع من غير استخدام اي كودينج برمجة ولا اي شيء، انت تقدر تعمل موقع ببساطة دراج اند دروب. هتقول للموقع انت عايز موقع عن ايه وهيعمل لك الموقع، وعملك للموقع ده هيكون مجان. بس لو انت بقى عايز تروح للمرحلة اللي بعدها وتعمل لك ستور اونلاين، محل اونلاين تبيع فيه الحاجة اللي انت بتبيعها، تقدر تعمل ده برضو من خلال موقع أودو. بس الخاصية دي الاي كوميرس يعني هي مش مجانية، يعني الموضوع بالعقل، يعني انت هتعمل لك بيزنس انت هتبيع وكده فكله لازم يكسب. وبالنسبة للبرايسنج بتاع الاي كوميرس، لما انت يكون عندك ستور فالبرايس ليست موجودة قدامكم، وعلى فكرة هي كومبيتيتيف جدا مع السوق، منطقية في تسعيرها. وفوق ده كمان ان انت لما تفتح لك ستور انت هتكون واخد الدومين مجاني لمدة سنة، وكل حاجة عايز تضيفها على الموقع بتاعك مهما كان ايه هو الايتم ذات نفسه اللي انت هتقدر تضيفه ببساطة زي ما قلنا دراج اند دروب. أودو منصة كبيرة تقدر تعمل عليها حاجات كتيرة متعلقة بعالم البيزنس، ولو عاوز تبدأها ببساطة
ببساطة ان يكون عندك موقع. وبالمناسبة اجمد المواقع هنستعرضهم على اكاونت الانستجرام بتاعك. كده هو ما بيننا وبين بعضنا المتابعين، هنقعد نتفرج على المواقع اللي احنا عملناها. لو انت عاوز تاخد الخطوة الجاية في البيزنس بتاعك او عاوز تجرب يكون عندك موقع، استخدموا الرابط الموجود في الوصف بتاع الفيديو. وشكرا لأودو لدعمهم في الفيديو ده. مرة تانية الرابط موجود في الوصف، اضغطوا عليه وروحوا وابدأوا الرحلة بتاعتكم. دلوقتي نكمل الرحلة بتاعتي في عالم الكتب. أول 3 شهور في التحدي كنت ملتزم بيه بالحرف، والناس اللي كانوا متابعيني على انستجرام ها يشهدوا بده ان انا كنت بابديت على انستجرام واحدة واحدة انا واصل فين وفي اني كتاب. قريت Atomic Habits، Thinking Fast and Slow، قريت Surrounded by Idiots، قريت موسوعة الظلام لأحمد خالد توفيق، Animal Farm، فن الحرب، وكنا ماشيين زي الفل. بعدين ايه اللي حصل؟ رميت التحدي كامل وما كملتوش. الجملة دي ده اللي انا كنت اقوله لو انا كنت صريح 100%. بس بس بس, بس بقيت الكتب ما اقدرش اقول ان انا خلصتها كاملة. والالتزام اللي انا كنت حاطه لنفسي في التحدي ان انا في الشهر الواحد اقرا كتابين، ده برضو اترمى برا الشباك. قريت كتب تانية قدام بس ما كنتش ربطهم بالوقت زي ما انا كنت المفروض اربطهم، اللي هو يعني كتابين في الشهر. لا انا ما عملتش كده مع كتب كتير، فاتاخرت جدا في قرايه كتير من الكتب الثانيه دي. فالمحصله بتاعتي في الاخر اول لما لقيت السنه بتخلص مني، انا قريت فقط 12 كتاب، وفي منهم اللي انا فتحت قريت اول صفحه صفحتين وخفت. انا بقى كنت بعمل ايه في الوقت ده؟ الوقت اللي المفروض اكون فيه قاعد بقرا، بصراحه كنت قاعد بفتح يوتيوب واتفرج على فيديوهات لكابتن سباركس وهو بيلعب ماينكرافت. مش علشان انت بتقرا كتب ده معناه انك مثقف حقيقة، مش علشان المعلومة في كتاب ده معناه ان هي صحيحة او مفسرة بشكل صحيح. والشخص اللي كاتبها يعتبر هو كاتب حبر علامة فهام. لا مش بالضرورة، ودي حقيقة. شيء طبيعي انك تكون ما بتحبش القراءة، دي كمان حقيقة. وكل المعلومات دي انا عرفتها وتأكدت منها بعد ما بدأت قراءة، بعد ما بدأت اقرأ في وقت فراغي وحاول على قد ما اقدر ان اخلي القراية جزء من روتيني، علشان ده المفروض اعمله. صح مش صح؟ ده المفروض كله يعمله. كل الناس الناجحين بيقروا ويعني بيبقوا مثقفين، معلوماتهم تبقى خرافية، بيبقوا اغنية. كل انسان مهم في العالم بيقرا. اي حد بتحب تجيب منه معلومه، المعلومه دي هو بيكون جايبها من كتاب، فلازم لازم اقرا. انا حاولت اعمل ده عن رضا، ولقيت ان انا عندي مشكله، بس هي في الحقيقه مش مشكله، هو مجرد اختلاف. والمعلومه دي انا عرفتها منين؟ عرفتها من كتاب انا كنت بقرا. في كتاب التفكير البطيء والتفكير السريع، فكره الكلام عن الاندفاعيه اللي بتكون موجوده جواك، قربت الصوره اللي انا عايز اوضحها. بكل بساطه في مخك في 2 بيفكروا، في الاندفاع اللي بيفكر بسرعه، وفي العقلاني اللي لا بياخد وقته علشان يفكر ويحلل كل حاجه بتحصل. بس في كارثة حصلت دلوقتي، لازم الاندفاعي هو اللي يتصرف. بس الحقيقة هي ان لو كان العقل اللي هو بيفكر بتمعن كده وبيشوف كل المتغيرات اللي قدامه، ممكن يكتشف ان هي ما كانتش مصيبة ولا اي حاجة، لان الموضوع بس ما كانش باين قدام العقل اللي بيفكر بسرعة. وكل انسان وطريقة تحكمه فهو بيخلي مين يسيطر اكتر، والفكرة دي جدا شدتني. ودخلت بعدها جوه دوامة من البحث عبر الانترنت في العلوم بتاعت ازاي الناس بتفكر. وايه اللي وصلت يعني مقالة، تمام ده في مقالة كده. المقالة دي ادتني
معلومة أنا كنت عارف إن المعلومة دي حقيقية، يعني بعيد عن إن أنا شفتها في كذا مكان قبل كده وأنا حاسس الموضوع ده من جوايا، بس لما أشوفها مرة كمان قدامي في الوقت الصح فهمت. اتكلم بجد شوية، عارف انت شعور لما انت يكون انت حاسس ان انت في حاجة غريبة وبعد سنين طويلة تقابل حد عنده نفس الشيء ده، ما بتحسش بالغرابة، بتحس براحة بنت لذينة كده. المهم الناس يعني في المعظم يعني ممكن يتقسموا الى قسمين، قسم بيقدر يفكر بالكلمات وقسم بيفكر بالصور، واظن ان ايوه الموضوع بالبساطة دي. انا من الاشخاص اللي بتميل ان هي تفكر عن طريق الصور، وانا طول عمري كده. وعلى فكرة ده بيفسر حاجات كتيرة، بيفسر ليه انا بعد مرور 5 دقايق من مسك كتاب مع اني قاعد اليوم كامل ما بستخدمش موبايلي عادي، مفيش اي مشكلة، انا مش في الحاجة بنت اللذينة الى الكونتنت الى اللي بس دماغي يكون مشغولة، لا، بس ان انا امسك كتاب 5 دقايق ما بقدرش، بحس بملل مش طبيعي. وده برضو بيفسر ليه مهما التكنولوجيا اتطورت وبقى في مليون ابليكيشن بيساعدك في إدارة حياتك، وأيوة أنا بستعمل كتير منهم، برضو معاهم بستعمل الطرق القديمة، علشان الحاجات اللي بستخدمها في الطرق القديمة سواء كان قلم أو ورقة قدامي هم قدامي أنا شايفهم. بيفسر ليه في المدرسة زمان أنا كنت بنام كتير، بيفسر ليه لما أتكلم وأنا مش مجهز بجيب العيد، وبرضو ده ممكن يفسر ليه انا عندي مشاكل كبيرة مع قراية الكتب. وللتوضيح مش كل انواع الكتب، الكتب الروائية. اصدقائي اليوتيوبرز الكتب يعني قالوا لي ان انت لما بتقرأ فقرة مثلا فانت بتتخيلها، فتخيلك ده غير محدود. بعكس انا لما اجي اطبق الفقرة دي كجرافيك في الفيلم فانا هبقى محدود بامكانيات عصري، يعني الافلام مثلا الجرافيك بتاعت زمان غير الافلام بتاعت دلوقتي، فدايما في ليميتيشنز حدود على خروج الكتاب لفيلم. فانت لما بتقرا انت بتستمتع اكتر لان انت عقلك ملوش حدود. بس في حالتي الموضوع بيجي بالعكس، لما يكون في كتاب زي هاري بوتر وده يعني في وصف عالم خرافي والكائنات وإلخ وإلخ وإلخ، لما يستخدم الحجة بتاعت ان ده بينمي الخيال عند القارئ وده واحد من الأسباب ليه القراية كويسة، انا بالنسبة لي ده بيعتبر يعني بج مش فيتشر. لان انا لما اجي اقرأ جملة زي The electric fire shot across the room as the boarded up fireplace burst outward expelling Mr. Weasley, Fred, George, and Ron in a cloud of rubble and loose shippings. ماشي اوكي، انت بتتخيل المشهد ده في دماغك وانت بتقرا صح؟ حتى لو انت ما شفتش الافلام انت برضو بتكون مشهد في دماغك بشخصيات وكده وايه اللي بيحصل. انا لما اقرا حاجه زي كده وانا عارف ان الموضوع ده يبان غريب، بس انا عارف اني مش لوحدي اللي بعمل الموضوع ده، انا بقضي وقت كتير في تقريبا كل جملة بقرأها لما يكون في مشهد، حتى ببساطة المشهد ما بقدرش اعديها بسرعة لان انا لازم اكون شايف المشهد ده في دماغي علشان اقدر افهم القصة. لازم جوه هنا تمام يكون في صورة كاملة جوه دماغي عن الشيء اللي عمال يحصل علشان بعد كده اقدر استوعب القصة. وبكمية الوقت اللي الواحد بياخده بيخلي التجربة بتاعت القراية طويلة. وعلى فكرة ده ملوش دعوة بالقصص ذات نفسها والروايات ذات نفسها، يعني لما نتكلم على الاعمال بتاعت هاري بوتر كلها انا من اكتر الناس اللي بتعشق الافلام بتاعت هاري بوتر، بس بالنسبة للكتب انا ما بقدرش اقرأها. بالنسبة لكتاب 1984 لجورج أورويل، محتوى الكتاب بالنسبة لي مزاج خرافي أكثر من رائع، بس إني أقرأ الكتاب ذات نفسه ده بالنسبة لي بيكون مشكلة، فأنا باخد وقت علشان أقرأ وأفهم فعلا
اللي بيتقال، ومع الوقت الكتير اللي انا باخده ده بيخلي فترة القراية مملة بشكل مش طبيعي. ومرة تانية اكرر ده بس مع الحاجات الروائية، الحاجات اللي هي دعوة بقصص. نفس الموضوع ما ينطبقش على الحاجات التانية اللي هي بتكون عن إدارة الأعمال، عن إدارة النفس، عن تحسين النفس، فاينانس، كل الحاجات التانية مهما كانت بقى أكاديمية، بوب ساينس، مش عارف مين، مش نفس الموضوع مع الحاجات اللي ليها دعوة بقصة. طيب هل المشكلة في إن الكاتب مثلا في الكتاب ما قدرش يكتب المشهد بشكل حلو؟ لا، المشكلة عندي أنا. وبصراحة هي الموضوع مش مشكلة، هو بس طريقة استقبال معلومات بشكل مختلف. ولكن في نفس الوقت أنا قريت كل المانجا دي. الحاجة اللي أنا بحبها في المانجا أو الجرافيك نوفلز أو الكوميك بوكس أو أي قصص مصورة هي إن الكاتب بيكون مديني تخيل مبدئي كده، يعني بيكون مديني طرف الخيط. انا من طرف الخيط ده ما بشغلش بالي بتخيل العالم قوي، على قد ما انا بكون قادر استمتع بالقصة 100% وفي نفس الوقت بستمتع بالجانب الفني من الرسوم. وانا شايف ان النقطة هنا ان ماشي، عشان انا بستمتع بالعالم ده مش معناه يعني ان انا مش مقدر الفن الادبي اللي بيكون موجود في روايات وقصص معينة، بس الفكرة ان انا بواجه صعوبة في ان انا اتعلق مع ده اكتر. والموضوع في الناحية دي هيكون ازواق، وهيكون ازاي القطعة الفنية دي بتتكلم معاك انت. بس انا بالنسبة لي علشان الشيء ده موجود بالطريقة اللي مخي بيستقبل فيها اي قصة، لو انا عايز اقراها للمتعة، المانجا بتكون امتع بالنسبة لي بكتير، لان المانجا بتتماشى مع الطريقة اللي مخي بيفكر بيها. والرحلة دي خلتني اعرف قد ايه انا فعلا بستمتع بقراية المانجا. قريت مانجا يعني ممكن مختلفة، حاجات ممكن فيه كوميدية، نو تشين سامان للإيدج لوردز اللي بيتفرجوا، رجعت أقرأ هانتر مرة تالتة رابعة خمسة، مش مهم عشان أنا بستمتع بقراية المانجا دي. وأيوة، فإيه اللي احنا استفدناه من التجربة دي؟ رقم واحد، رحلتي في القراءة وصلتني المكان أنا عمري ما أتوقع أني أكون وصلت له، ووصلتني لفهم لعقلي أنا ما كنتش هعرف أفهمه إلا بالطريقة دي، علشان أعرف إذا كانت المشكلة فيا ولا المشكلة في الأدب. بس لا، طلع إن المشكلة ولا فيا ولا في الشيء اللي أنا بقرأ، لأن أنا أقدر أستمتع بالرواية بتاعت جورج أورويل، بس أنا بالنسبة لي أقدر أستمتع بيها لما أشوفها متصورة، أو أشوف تخيل ليها، أو أشوف تلخيص ليها، أو أشوف أي طريقة تانية تقدر تحاكي عقلي غير أني أقرأ الرواية دي ذات نفسها. مش علشان أنا بقلل من الرواية، علشان الطريقة دي ذات نفسها ما بتتكلمش مع عقلي. رقم 2، قراءة كتب تحسين الذات عامة هي كيوت. يعني أنا ما كنتش متوقع أن أنا هستمتع بالنوع ده من القراية، خاصة أن أي كتاب قريته عن السلف امبروفمنت بقى، سلف هيلب، تايم مانجمنت، الحاجات دي كلهم تقريبا بيقولوا نفس الكم معلومة الأساسية وبيكرروها، بس أنا شفت في الآخر أن ده مش شيء غلط أو شيء وحش قوي، أن في حاجات أساسية أيوة مهمة في إدارة حياتك وإدارة نفسك عامة، أن أنت تفكر نفسك بيهم من وقت للتاني، فدي حاجة أنا ما كنتش متوقعها صراحة. رقم 3، أي كتاب أنا قريته ليه دعوة بالأموال أنا كرهته. كل كتاب ليه دعوة بالفاينانس، ليه دعوة بأي حاجة ليه دعوة بالفلوس، كلهم بيقولوا معلومات غير التاني، كلها معلومات متضاربة، وفي النص كده أنت بتشم ريحة الهصل من الشخص اللي كاتب الكتاب المعين ده. أنا محتر شوية على الموضوع دود، والله كلهم نصابين، كلهم نصابين، مش كلهم برضه عشان أكون عادل، يعني في ناس في الناس اللي بتعمل كتب ليها دعوة بإزاي تعمل فلوس، أو إزاي تحافظ على فلوسك، أو إزاي تستثمر فلوسك، الكلام ده هو بيكون يعني بيقول حاجات حلوة بسيطة، بس المعظم الأوقات بتكون حاجات بديهية، اللي هو واو أنت لو ما صرفتش فلوسك هتقدر تحوش أكتر عشان تستثمر بعدين. يا نهار اسود يا نهار اسود دود، يعني بقى اكتشفنا حاجة خرافية دلوقتي. ده مش كده، بيبقى حاجة صص بشكل مش طبيعي. افتح كتاب الناحية دي يقولك ان اول خطوة ليك علشان انت تبقى من الاغنية ان انت
تعامل نفسك على انك غني، البس زي الاغنياء، شوف هما بيقعدوا فين واقعد معاهم، مثل ان انت غني. الكتاب اللي بعده يقول لك اوعى تمثل ان انت غني، اوعى تفتكر ان علشان انت بتشتري حاجات حلوه يبقى انت كده بقيت غني، لا انت لازم تفكر بشكل متواضع جدا مش عارف مين. في النص في كورس دروب شيبنج هو عايز يبيعه لك، او في النص عايز يقول لك ان ساين اب للبيزنس بتاعته والايميلات هيقدر يبعتها لك مش عارف مين. قهروني مان. انا طلعت بره السكريبت اساسا مان، انا السكريبت انا كاتب جمله واحده فاهم، انا كل الكلام. ورقم أربعة، قراءة القصص والروايات انا اتاكدت ان هي مش ليا، او على الاقل عشان نوضح النقطه دي مره كمان، هي مش ليا من ناحيه المتعه، لان لما اجي اقرا الروايه انا ما بستمتعش بالقرايه على قد ما انا بحس اني بشتغل. فعلشان كده انا افضل اني اتفرج على فيلم او اتفرج على رؤية شخص للعمل ده، علشان لما انا بقرأ الرواية معظم التركيز ما بيروحش على القصة اللي موجودة، بل بيروح على محاولة بناء عالم في دماغي. فعلشان كده انا بفضل عليها القصص والروايات اللي بتكون موجودة على شكل مصور. بس ده اللي انا اتعلمته عن نفسي. دلوقتي انتوا عملتوا ايه في الرحلة بتاعتكم؟ وشكرا مرة تانية لأودو لدعمهم في الفيديو ده. اضغطوا على الرابط اللي موجود في وصف الفيديو واعملوا لكم ويب سايت دلوقتي حالا بشكل مجاني وبكل